لكن الأمة تفتقد إلى الرجال وإلى العظماء. لما جلس عمر بن الخطاب يوما مع أصحابه قال لبعضهم: تمنوا ماذا تريدون؟ فسأل أحدهم: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى ملء هذا البيت ما لن أنفقه في سبيل الله. قال للآخر: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى ملء هذا المكان وملء هذا البيت ما لن أجهز فيه جيشا في سبيل الله. كل أمنياتهم لله. لكن انظر إلى أمنية عمر، وهذه الأمنية التي نتمناها اليوم، ونحن نرى أمتنا تتعاقب فيها الجراحات والألام والآلام والأوجاع ليل نهار. قال عمر، قالوا: أما أنت يا عمر ماذا تتمنى؟ قال: إنني أتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح. أتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومثل خالد بن الوليد. وهذا عكرمة بن أبي جهل، هذا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، يدخل في المعركة يدفع السيوف والرماح بيديه فيقولون له: ارفق بنفسك اتق الله، ارفق بنفسك اتق الله. فيقول لهم: لقد دفعت بنفسي في الجاهلية لأجل اللات والعزى، ألا أدفع بنفسي الآن لأجل رسول الله؟ ألا أدفع بنفسي الآن وقد عرفت الدين والإيمان؟ ألا أدفع الآن بنفسي في سبيل الله؟ وتفيض الروح، تفيض الروح إلى بارئها. كم ضحى هؤلاء، كم ضحى هؤلاء لأجل الدين؟ عباد ليل، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم من عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. كم ضحى هؤلاء. بل انظر إلى أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس الذي مر يوم أحد على بعض من القوم وقد ألقوا سلاحهم، قال: لما تلقون سلاحكم؟ لما تلقون سلاحكم؟ قالوا: مات رسول الله، قتل رسول الله. قال: قوموا، ماذا تصنعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتفض أنس ودخل في المعركة ومر على سعد ابن معاذ، قال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله يا سعد إني لأجد الجنة وإني لأجد ريح الجنة دون أحد. واستشهد أنس يومها. كم ضحى هؤلاء، كم ضحى هؤلاء لدين الله. هذا عمرو بن الجموح، رجل كبير في السن أعرج قد عذره الله عن القتال، يخرج ليقاتل في سبيل الله، يقف أمامه أربعة من أبنائه يقولون: يا أبتاه، إن الله قد عذرك عن الجهاد في سبيل الله. قال: لا، والله لأطعن بعرجة هذه الجنة. فيذهب ليشكو أبنائه الأربعة إلى رسول الله، لا يشكونهم، لا يريد أن يشكوهم لأنهم سرقوا أمواله، لأنهم يعقونه، لأنهم أخذوا حقه في الدنيا، لأنهم يضربونه، لا، يريد أن يشكو أبناءه لأنهم يصدونه عن الجهاد في سبيل الله. فقال النبي، قال النبي: يا عمرو، لقد عذرك الله، لقد عذرك الله عن الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، إنني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فلما رأى النبي إصراره ولما رأى همته قال لأبنائه: اذهبوا به للجهاد. فاستشهد عمرو بن الجموح وفاضت روحه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى موضعه في الجنة
يمشي بقدميه في الجنة وهي صحيحة، يمشي بقدميه في الجنة وهي صحيحة. كم ضحى هؤلاء في سبيل الله، كم ضحى هؤلاء بالأموال، كم ضحى هؤلاء بالأنفس في سبيل الله حتى بلغوا من الأعمار ما بلغوا، إلا أنهم أرادوا ما عند الله. هذا أبي أيوب الأنصاري يبلغ من العمر 80 عاما، إلا أن هذا العمر لا يعذره عن الجهاد في سبيل الله، فيخرج ويستشهد رضي الله عنه. يستشهد أبو أيوب الأنصاري وقد بلغ من العمر 80 عاما. يدخل يوم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعرفون من الذي مر أمامكم؟ قالوا: لا نعرفه يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن هذا الذي مر أمامكم هو حبيبي جليبيب، إن الذي مر أمامكم هو حبيبي جليبيب، يعيش مع الصحابة ويعيش بينهم، إلا أنهم لا يعرفون اسمه. جليبيب رضي الله عنه صاحب الوجه الدميم، كان بشع المنظر والخلق. جليبيب ثيابه رثة، ثيابه مرقعة وممزقة. جليبيب كان إذا عطش وأراد أن يشرب كان يشرب من المياه الجارية، لشدة فقره أنه كان يشرب من المياه الجارية. الميزان عند الله ليس ميزان درهم ولا دينار. بعدما تسمع قصة جليبيب ستعلم أن أبداً أبداً ليس الميزان عند الله ميزان عمارة ولا سيارة ولا درهم ولا دينار، وأنما الميزان عند الله بما تبذل في سبيل الله، بما تضحي لأجل دين الله. الصحابة لا يعرفونه، إذا عطش يشرب من المياه الجارية، بشع الخلقة والمنظر، غريب حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيمر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول جليبيب: يا رسول الله، ومن يزوج جليبيب؟ ولا جاه ولا سلطان ولا مال ولا جمال. فيمر يوما آخر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول جليبيب: ومن يزوج جليبيب يا رسول الله؟ ولا جمال ولا سلطان. فيمر يوما آخر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فيقول جليبيب: ومن يزوج جليبيب يا رسول الله؟ ولا جاه ولا جمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان من الناس واطرق بابه وقل لهم إني رسول رسول الله، ولقد بعثني النبي لخطبة ابنتكم. فذهب جليبيب على تردد وجاء وطرق الباب، خرج إليه الوالد قال: ما الذي جاء بك؟ قال: لقد بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة ابنتك. فرده الوالد، رده الوالد، لقد نظر إلى ثيابه الممزقة، نظر إلى وجهه الدميم، نظر إلى هذه الملابس الرثة، نظر إلى فقره. جليبيب بماذا جئت لتخطب ابنتي؟ رد. سمع هذا الكلام وسمعت هذه الكلمات تلك الفتاة التي جاء جليبيب لخطبتها، قالت: تعال يا أبتاه، كيف ترد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كنت لأقطع أمرا أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسمت على أبيها، أقسمت على أبيها أن تتزوج جليبيب. أقيمت ليلة الزفاف، وإذا في هذه الليلة وهي أعظم وصال يقام بين الزوج وزوجته،
إذا بمنادي الله ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. فيسمع هذه الكلمات ويسمع هذا النداء جليبيب، ينظر مرة إلى زوجته وينظر ويسمع تلك الكلمات، فهو بين خيارين: إما أن يبقى مع زوجته في أول ليلة، وإما أن يخرج ليلبي نداء الله. لكن من تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الجنة أغلى، لأن النبي قد أخذ عهدا من هؤلاء. يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال: ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ قام الصحابة كلهم على قلب رجل واحد، قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله، قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قد أخذ النبي منهم عهد. لو كانوا بين الأزواج، لو كانت الدنيا بمالها، بدراهمها، بكل ما يملكون من الدنيا، الجنة أغلى، الله أغلى، النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من الدنيا وما فيها. ترك زوجته في تلك الليلة وانتفض إلى ذلك النداء. بدأت المعركة، التحمت السيوف، ثم انتهت المعركة، نزلت السيوف من على أعلى الرقاب، بدأ الصحابة يتفقدون من جرح ومن استشهد. فلما انتهوا من ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: ألا تفقدون من أحد؟ هل بقي أحد تفقدونه؟ قالوا: يا رسول الله، كل من فقدناه وجدناه، ما بقي أحد. قال النبي: ولكنني أفقد حبيبي جليبيب. حتى في هذا المكان فقدوا لم يفقدوا جليبيب، حتى في هذا المكان لم يعرفوا ولم يتعرفوا على جليبيب، لكن النبي يعرفه ويعرف سره مع الله. قال: ولكنني أفقد حبيبي جليبيب، اذهبوا فابحثوا عنه. فذهبوا فبحثوا عنه فوجدوه مدرجا بالدم خلف الجبل، قد فاضت روحه إلى الله. حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسنده النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، ثم نزل إلى رأسه وقبل هذا الجبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل جبين جليبيب. يا ليت هذا الجبين أنا وأنت، يا ليت هذا الجبين أنا وأنت ليقبله أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبله النبي سالت دموعه، فدا تلك الدموع الآباء، فدا تلك الدموع الأمهات، فدا كل هذه الدموع، كل ما نملك يا رسول الله. سالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غطت هذه الدموع واختلطت بدم جليبيب. نظر النبي إلى جليبيب وقال: يا جليبيب، لقد قتلت سبعة من الكفار، يا جليبيب، لقد قتلت سبعة من الكفار، أنا منك وأنت مني، أنا منك وأنت مني، أنا منك وأنت مني. كم من الرجال من صحابة رسول الله أمثال جليبيب، لما ضحى هؤلاء بأغلى ما يملكون، وخرج عمرو بن الجموح وينظر إلى أبنائه وقد تركهم، ويخرج أنس ويخرج عكرمة ويخرج عمير ويخرج طلحة ويخرج هؤلاء، كأن لسان حالهم سدت دروب الشعر
وأغلقت أفواهها، وباك قلبي بعد ذلك باكيا لما حيل بيني وبين مناي قهرا. عشت ذل القعود وبعتها لمليكيا، بعتها للذي لا يرتضي لعباده ذلا ولست أرضاها لي. أبتاه، اسمع يا أبتاه، أبتاه نفسي لا تريد غواني، مالي وللدنيا ما لها مالي. أبتاه جعفر في المنام بدالي ويصيح بي ألا لحقت ركابي. أبتاه إني أرى في شامنا مهجا، أبتاه إني أرى في قدسنا مهجا، أبتاه إني أرى في عراقنا مهجا، أبتاه إني أرى في يمننا مهجا. تروي لنا الآلام تواليا وتواليا، هناك يريدون لأعراضهم ردا، هناك يريدون لأعراضهم ردا، وهنا إخوتي يتغزلون بأختي، هناك يطلبون لجوعهم سدا، وأنا ها هنا أعاف طعامي، هناك يأمنون لأطفالهم أمنا، وأنا ها هنا زواد آماني. وأسلماه كالسيف الذي صال محطما لقيودي، ومعتصماه كالسهم الذي صار محررا لهم وليا. أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمة، ودا رب العزيز يشهد عهدي، أن أضل في ساح المعارك غاشية، أجود بروحي كما أجود بنفسي، فإما أن أعود للوطن الحبيب براية، فإما أن أعود للقدس الحبيب براية، فإما أن أعود للشام الحبيبة براية، رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للقدس الحبيبة للشام الحبيبة ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي. شهادة ورب البيت فزت بها، شهادة أقبل بها حريتي بشفاهي، أرفرف بها تحت ظل العرش كطير أخضر. فارتقب أبتاه، ذاك موطني وذاك مكاني.